اهلا بيكم في ساينس بايتس، انا احمد ابراهيم. للاسف بسبب ان في امتحانات الاسبوع الجاي كان لازم ننزل توبيك النهارده، فعملنا بول على ثلاث موضوعات، والموضوع اللي كسب هو الكيتون باديز. ففي الفيديو ده هنتكلم على ازاي جسمنا بيكون الكيتون باديز. الاول نسال سؤالنا المهم، ليه جسمنا ممكن يكون كيتون باديز؟ مش هقول لك، بس هحكي لك سيناريو كده. في اليوم الطبيعي اللي انت بتاكل فيه، جسمك بيستخدم الجلوكوز كمصدر للطاقه. بعدين انت قررت ان انت تصوم، ففي اول الصيام جسمك ابتدى يكسر في الجلايكوجين، عمل جلايكوجينو لايسز. بعدين قررت حضرتك ان انت تكمل الصيام يومين ثلاثة، والجلايكوجين على قد حاله، فالجسم قال لا بقى انا كسر حاجة تانية، وابتدى يلجأ ان هو يكسر في الفاتس عن طريق عملية البيتا اوكسيديشن. حلو. وزي ما احنا عارفين البيتا اوكسيديشن بتطلع لنا الاسيتايل كو اي، والاسيتايل كو اي يخش كريب سايكل علشان يطلع لنا الطاقة اللي احنا عايزينها. كلام جميل، بس احيانا بتفلت من الجسم شوية ويكون اسيتايل كو اي كتير فوق قدرة كريب سايكل ان هي تتحمل. طبعا كريب سايكل عمالة تلف وتستهلك الاسيتايل كو اي اللي عمال يجي لها ده، بس في نفس الوقت زي ما احنا عارفين بتطلع ناد اتش، والناد اتش لما يكتر عنده نفوس فيبتدي يوقف كريب سايكل، يقول لها خلاص انف، فكريب سايكل تفرمل والاسيتايل كو اي اللي جاي من البيتا اوكسيديشن يتراكم، مش عارف يخش كريب سايكل، فالاسيتايل كو اي ينحرف عن مسار كريب سايكل يعني، ويخش في باتوي تاني عشان يعمل لنا حاجه اسمها كيتون باديز. فلما يعمل الكيتون باديز دي يخفف الضغط شويه على كريب سايكل لحد لما تروق كده، وبعدين يا معلم ممكن نرجع تاني الكيتون باديز دي الاسيتايل كو اي ونطلع منها طاقه مره تانيه. في معلومه على جنب كده برضو عايز اقولها لكم، ان في الوقت الطبيعي مخنا بيستخدم بس الجلوكوز كسورس اوف انرجي، والفاتي اسيدز ما بتعرفش تعدي وتخش للبرين. في حاله الستارفيشن مخنا بيتصرف فيقوم محول السورس اوف انرجي بتاعته من الجلوكوز لحاجه تعرف تخش له. الحاجه اللي تعرف تخش له دي هي الكيتون باديز. تعالوا بقى نشوف ازاي الاسيتايل كو اي هيعمل لنا كيتون باديز. الموضوع فعلا بسيط قوي. هنجيب في الاول اتنين اسيتايل كو اي ونلزقهم في بعض عن طريق انزيم اسمه الثايوليز، فيعمل لنا كومباوند اسمه اسيتو اسيتايل كو اي. بعدين نروح لازقين واحدة أسيتايل كو اي تاني عن طريق إنزيم اسمه HMG كو اي سينثيتيز. من اسمه سينثيتيز يعني هيكون لنا حاجة. هيكون لنا ايه؟ كومباوند اسمه HMG كو اي. اختصار ايه HMG كو اي دي؟ هنقوله مرة واحدة بعد كده هنسميه HMG. اختصار 3 هيدروكسي 3 ميثايل جلوترايل كو اي. في هيدروكسي وفي ميثايل وهو ستراكشر الجلوترايل. HMG احلى. المهم ان احنا استنتجنا ان احنا لما لزقنا 3 اسيتايل كو اي في بعض عمل لنا ال HMG كو اي ده. مهم قوي نعرف حاجه هنا، احنا جوه الكبد. الكيتون باديز بتتكون مينلي في الكبد وبالاخص جوه الميتوكوندريا. يعني ال HMG كو اي اللي اتكون ده اتكون جوه الميتوكوندريا. لو كان في السيتوبلازم هنستخدمه عشان نعمل كوليسترول ويمشي باثوي تاني خالص، لكن جوه الميتوكوندريا هنستخدمه عشان نعمل كيتون باديز. ما دام انت جوه الميتوكوندريا هنكسرك، فهنكسر ال HMG كو اي عن طريق انزيم اسمه HMG كو اي لايز، فنشيل اسيتايل كو اي منه ونرميه ويبقى لنا بس الاسيتو اسيتيت. الاسيتو اسيتيت ده في حد ذاته كيتون بادي، بس ساعات بيتكسر لوحده كده سبونتينيوس ديجريديشن ويتحول للاسيتون. وفي حاله مثلا زي الكيتو اسيدوزز بنشم في نفس المريض الاسيتون. الاسيتون برضه من الكيتون باديز، بس الجسم ما بيعرفش يستخدمه، فبيتخلص منه. بيتخلص منه ازاي؟ عن طريق الرئه، ويطلع الاسيتون في النفس. ماشي، ده سيناريو ان الاسيتو اسيتيت يحصل له سبونتينيوس ديجريديشن ويتحول لاسيتون. السيناريو التاني ان احنا نعمل ريدكشن للاسيتو اسيتيت، يجي ناد اتش يخش ويخرج ناد بس، فيحول لنا الاسيتو اسيتيت لبيتا هيدروكسي بيوتريت. الانزيم اللي هنستخدمه هنا اسمه بيتا هيدروكسي بيوتريت دي هيدروجينيز، بس خلي بالكوا هو دي هيدروجينيز على البيتا هيدروكسي بيوتريت، لكن عمل ريدكشن للاسيتو اسيتيت، عشان كده الناد اتش دخلت وخرجت ناد. البيتا هيدروكسي بيوتريت ده تالت كيتون بادي معانا، وهو اكتر الفورمز بتاعت الكيتون باديز وجودا. طبعا جسمنا بعدين يروح محول الكيتون باديز دي تاني لاسيتايل كو اي ونكون طاقه مره تانيه. وبكده نبقى حكينا باختصار قصه حياه تكوين الكيتون باديز. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدوسوا على لايك وسبسكرايب وتفعيلوا الجرس الجميل ده عشان يجيلكم نوتيفيكيشن كل ما يبقى فيه فيديو جديد. سلام.